droite. Shot. Arme la balle. صفوة عبد الحليم أو المايسترو الصغير كما أطلقت عليه جماهير الكرة الأهلاوية، حيث شبهه الكثيرون منهم بالمايسترو صالح سليم في اللمسات الساحرة ومراوغاته وتمريراته القاتلة. من مواليد أكتوبر عام 1951 انضم للنادي الأهلي عام 1966، بدأ حياته الكروية في مدرسة الظاهر الإعدادية ليصطحبه ابن ناظر المدرسة إلى اختبارات النادي الأهلي، ومع أول لمسة للكرة استدعاه الراحل الكابتن محمود الجهري، وكان حين ذاك يعمل بقطاع الناشئين، طالبه باستخدام الأوراق الخاصة به ليتم قيده في صفوف الناشئين تحت 16 سنة، والذي كان يدربه الكابتن مصطفى حسين. في موسم عام 1968 كانت مباراة للأهلي أمام الزمالك في الناشئين، وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف من دون رد. حرص الكابتن عبدو صالح الوعش مدرب الفريق الأول على مشاهدة هذه المباراة ليتم تصعيد صفوة عبد الحليم للتدريب مع الفريق الأول بعدها، ليتواجد برفقة نجوم كبار أمثال الشيخ طه اسماعيل، ميم الشربيني، مروان كنفاني، ليشارك مع الأهلي في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول أمام الجيش العراقي يوم 2 إبريل عام 1968. على مدار 10 سنوات حقق صفوة عبد الحليم 9 بطولات مع الأهلي بواقع 7 ألقاب للدوري ولقبين لكأس مصر. حصل صفوة عبد الحليم على لقب أفضل لاعب في مصر مرتين عامي 1976 و1978، أطلقت عليه الجماهير لقب المايسترو الصغير. خلال مسيرته الناجحة داخل المستطيل الأخضر لم يحصل صفوة سوى على إنذار وحيد كان أمام الاتحاد السكندري حين اعترض على قرار الحكم يومها باحتساب هدف من لمسة يد للاعب الاتحاد طارق الجلاد. كانت مباراة نهائي كأس مصر عام 1978 أمام الزمالك هي الأفضل في مشواره، حين قاد الأهلي لفوز تاريخي بنتيجة 4 أهداف لهدفين ليحقق لقب الكأس وقتها، وكان قائدا للفريق. رغم تألق عبد الحليم مع الأهلي إلا أنه لم ينضم للمنتخب الأول كثيرا، وشارك معهم في مباراتين فقط، والغريب أن المرتين كانتا أمام ألمانيا في نهاية موسم 81-82. أعلن صفوة الاعتزال بالرغم من أنه لم يتم عامه 30 بعد، وذلك بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب، ليتجه بعدها عبد الحليم للعمل في قطاع الناشئين في الأهلي لمدة 15 عام، ومدرب عام في الفترة التي تولى فيها الكابتن عبدو صالح الوعش رئاسة الأهلي عام 1990. في عام 1991 سافر إلى السعودية كمساعد لمحسن صالح في الفريق الأول لنادي الوحدة بجانب تدريب الناشئين، قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي حتى عام 2005، إلى أن بدأت معاناته مع المرض، الأمر الذي ألزمه الفراش معظم الوقت. شفاه الله وعافاه، ليظل صفوة عبد الحليم أحد العلامات البارزة في تاريخ النادي الأهلي، وحدوتة من حواديت القلعة الحمراء المضيئة على مر التاريخ والزمان. Shot! Shot! I'm on the bus!
قبل ما نتكلم ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. ويعني إحنا كلنا بنتابع أخباره وربنا يشفيه ويعافيه. طبعا كابتن صفوت ملك النص، هتقول حاجة هقول لك ملك النص اللي كان مسيطر على نص الملعب في النادي الأهلي. أنا اتفرجت عليه في موشن جلاد باخ وأنا قاعد على قرافيسي في عز الزحمة. أستاذ 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 بمعنى الكلمة، كان بيدير الملعب كما يريد، هو اللي ماسك النص، هو اللي بيسيطر على النص. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويكون كل ده في ميزان حسناته ان شاء الله يا رب، لان هو يستحق اكتر من كده بكتير بكتير. كابتن صفوت ده كان من الجيل الذهبي في الكوره مع جمال عبد الحميد ومع عبد الشافي ومع مصطفى عبده ومع الخطيب، فكنا لما بنقعد نتفرج على 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 لعب صفوت لما كان بيغذي ومن خط النص للهجوم، كان مش عايز اقول لك رفعه، واحد صفوت حليم، اثنين جمال عبد الحميد، ثلاثه مصطفى عبده، اربعه الخطيب، جون، يعني ما كانش فيه اي صعوبه. فكان كان جيل ذهبي وكل جيل كوره، وكنا بنتفرج ونتمتع. كان من الكباتن الناس اللي متعونا كتير، وزمن الفن الجميل كلاعب واخلاق وراجل، من الناس اللي احنا طول عمرنا بنتمتع بيه. انا شفته يعني، شفته وحضرت له متوشه كتير، راجل يعني ربنا يعفو عنه وعافيه طبعا مبدئيا، لا كان راجل من راجل حريف جدا وراجل موهوب، ومن الناس يعني اللي ما تعوضتش في لعيب خط نص الملعب، كان حريف وراجل محترم جدا وراجل صوته هادي، ما كانش فيه مشاكل. الله يمسيه بالخير. طبعا صفوت حليم انجازات النادي الاهلي، لاعب خط نص مالوش حل طبعا، اي ماتش الاهلي والزمالك صفوت عبد الحليم ده احسن خط نص مصر جابته والاهلي جابه، والله اتمنى له الشفاء، والله بسمع عليه وبقرا عنه ان هو في في في, في عيان، اللهم اشفيه انت الشافي ويشفيك ويرجعك لناديك ويرجعك لاهلك. صفوت عبد الحليم لعيب محترم محترم محترم. كابتن صفوت كان مايسترو من علامات وسط الملعب، كان عنده موهبه كبيره في التمرير وفي الاستلام وفي التسلم، كان اسطى في وسط الملعب. يعني لو احنا اتكلمنا عنه ده مايسترو كبير. اشهر المباريات اللي احنا شفناها طبعا احنا ما شفناش هوا، يعني شفناها بعدها بفتره، نهائي كاس مصر 78، شفنا التمريرات اللي كانت على الجنب للكابتن الخطيب، اسطوره الملاعب، لجمال عبد الحميد، لطاهر الشيخ، لا يعني نوعيه تانية من نوعيه لاعبين نص الملعب اللي التاريخ دايما هيفتكرهم زيه، زي حسام غالي، زي رضا عبد العال، زي حسن عبد ربه، مواهب كتيرة في وسط الملعب لا يمكن تنساها الجماهير. صفوت عبد الحليم علامة من علامات الكرة المصرية في وسط الملعب، كان بيلعب بموهبته وبعقله، يعني كانت حاجة يعني صعبة ان هي تتكرر في الملعب المصرية. صفوت شاط اعمل افاي اعمل افاي اعمل افاي اعمل افاي.